بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على فضائل ذاتك وفواضل إنعامك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رحمتك ومسك ختامك. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. وقلنا إن البينات معناها الأمور المبينة، إما لصدقه في دعواه وفي بلاغه عن الله وتلك هي المعجزات، وإما أن تكون البينات هي الأحكام التي بينها منهجه. فالبينات إما أنها تنصب على المعجزة لأنها بينت صدقه، وتنصب على الأحكام لأنها بينت مطلوب الله في المنهج. وحين تعرض لهذه الآية أو لقول علماء المسلمين في هذه الآية وما يشابهها من قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى، في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فبينات هناك وصف لآيات، وصف لآيات. وفي قوله سبحانه في سورة النمل: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وملئه. إذن فورد أنه آتى الله موسى آيات، وورد أنه آتاه بينات، وورد أنه آتاه آيات بينات. حينما تكلم العلماء في ذلك قالوا: إن أريدت المعجزات فهي 9 معجزات، التي هي كنا ونحن صغار طلبة علم حين يأتي شيء متعدد أو كثير لا تستطيع عقولنا الصغيرة أن تجد له ضابطا عقليا يجمعها، كنا نحاول جاهدين أن نجعل لها ضوابط عقلية بألفاظ نضعها، كما يصنعون الضابط في صف ذا سنن: كم جاد شخص قد سمن، لنأخذ الحرف الأول من كل كلمة ويبقى ده دليل الإيه، حروف الإيه، الإظهار الإيه، الإظهار الحلقي، الإظهار الشرعي، لا الحلقي، الشفوي. ذا سنن كم جاد شخص قد إيه، قد سمن. هم عشان يضبطوه ويجيبوا كل كلمة ونأخذ أول إيه، حرف منه. فكنا حين تأتي أشياء متعددة آيات 9 ولا نستطيع أن نضبطها نضع لها ضوابط علشان نفتكرها، فكنا نضعها مرة على حروف المعجم، يعني البيه الأول مثلا، فنيجي للآيات 9 دي نقول إيه: الباء تدل بحر، طيب وناخد من الجيم إيه، الجراد، ملكات من الآيات الجراب اللي أرسلوا على إيه، هم فرعون مش كده، وبعدين الحق ناخد منها الإيه، الحجر اللي ضرب موسى بالعصا، فان إيه، ونيجي مثلا في الإيه، في الدم، نقول والدم اللي بقوا بيجوا كلما يشربون شيئا يجدون فيه الإيه، فيه الدم. وبعدين ننتقل مثلا إلى الضاد، الضفادع، الضفادع برضو كانت ملاءة يجد كل حاجة فيها ضفادع ونضبطها، ونيجي مثلا بالطان نقول ايه، الطوفان والطور، مش كده كويس، الطوفان اللي اخذ فرعون، والطور اللي هي مسألة ايه، لا تقنى الجبل فوقه، كويس. وبعد ذلك مثلا نيجي الايه كمان بعدها، نيجي للعين نقول العصا، برضو آية من الايه، من الآيات. ونيجي للقاف وناخد الكمل مثلا، ونيجي للايه ناخد اليد البيضاء، نقوم نعمل لها ايه، نصنع لها ضابطا، اما نرتبها على حروف المعجم علشان نستطيع من الايه اننا نحفظها، اننا ما ننساهاش. ودي تعلمناها برضو من علمائنا، كانوا يضبطون الاشياء بالايه، بالالفاظ. فاحنا لما جينا نضبط دي ضبطناها بايه، بحروف الايه، بحروف المعجم، عشان نجيب الايات الايه، البينات، الايات 9. بعض المستشرقين من اليهود اخذوا على علمائنا
انهم لم يتفقوا في هذه التسع، فاستدلوا منها على اننا ما نتفقش على حاجه في الاسلام. يقول لك ابن عباس له روايه في التسعه، والحسن له روايه، وصفوان بن عسل له روايه، وده يقول كذا وده يقول كذا، وده يقول تسعه وده يجمعهم لهم عشره، وده يقول ده 22. مختلفين في تفسير هذه الايات، وفاتهم شيء. اما الايات ان اردت بها المعجزات تبقى هي التسعه، مش كده ولا لا؟ تبقى التسعه اللي احنا ايه ذكرناها. وان اردت المعجزات مش هي بس اللي خاصه بفرعون، بل اللي خاصه ببنو اسرائيل بعد قصه فرعون، بيزودوا لهم ايه الايه، نتقنا في الطور، في حاسه الايه، حاسه الطور، يوم مره يجيب الاطروبه، ومره يزود في بتاع فرعون لقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، يجيب السنين ونقص من الثمرات، قبل ايه، قبل الطور والحجر والبحر.